انت اكيد تعرف مليح نادي الهلال لعب ضده. شاهدت الماتش الاخر ديسبيرون ضد الهلال؟ بطبيعه تفرجت وشدوني بعد الماتش، غادي كيفاش يربحوكم واحد واحد. بون معناها انا معناها الحاجه الوحيده معناها نقول معناها كيفاش ربحوا اللي ديسبيرونس ما جاتش في نهارها. نتصور كان جات ديسبيرونس في نهارها معناها تربح. بون صحيح معناها الهلال معناها تقويين معناها سيرتو معناها في الفلوس نتاعها وفي الاتاك، لكن معناها عندها غير مشكله في الديفونس. ممكن الاسبيرونس الاتاك تاع الاسبيرونس ما كانش في فورمه كبيره وكذا. الاسبيرونس افضل من الهلال معناها؟ بالطبيعه الاسبيرونس افضل، حتى لو الاسبيرونس مش افضل الاسبيرونس افضل. هلال يعطينا بتقييم، لا الاسبيرونس افضل. انا ولا مش عاتي مش عاتي. انا معناها نتفرج نشوف الاسبيرونس كما نعرفها انا معناها في فورمه، معناها لا تربح على الهلال غير الهلال واي نادي معناها في السعوديه ما يربحهاش. ما تشوفش مثلا الهلال ولا عمله ولا العين فاتونا شويه ساعات كمام لكيبيت هذوما ولا مش حكيت فاتونا على 90 دقيقه مش شيء وارد. حتى اي ضعف غير جمعيه في تونس نجم معناها في 90 دقيقه تربح، هذا معناها من اقوى الجمعيات في السعوديه. انت و 90 دقيقه معناها اللي باش تكون فيها، فهمت؟ هاو الاسبيرونس جات في الماتش الثاني مع السد في فورمه رعتاتها 6-1 6-2. دونك انت و 90 دقيقه اللي باش تكون فيها حاضر، تكون في فورمه ولا الماتش في فورمه. يا اخي الاسبيرونس بالحظ نتاعها حظه ماتشات ما تكونش في فورمه. حبيت تكون موجود الماتش هذاك؟ والله العظيم حبيت، اكثر ماتش حبيت نكون فيه موجود الماتش هذاك، لكن الغالب ديجا ما قصروش معنا، حتى الاولاد لعبوا معنا الغالب. هذيك الكوره كنت نجم تعاون، كنت موجود نجم نشوف سكور اخر مثلا. الله اعلم. انت يعني انت ماركيت الهلال السنه؟ ايوه ماركيت وعملت اسيست اول ماتش. لكن رهني معناك كما كنت نحكي لك، انت وانت 90 دقيقه هذيك معناك تكون في فورم ولا مش في فورم.